طيب الله أوقاتكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد. تقرر إلغاء القمة الإسرائيلية الإفريقية التي كان مقرر انعقادها في مدينة لومي في مدينة توغو في دولة التوغو نهاية تشرين أكتوبر المقبل. هدفت القمة التي كانت تهدف على الأحرى إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا، بررت تل أبيب إلغاءها بالأحداث وعدم الاستقرار التي تشهده الدول المضيفة، فيما رجحت التقديرات أن السبب يعود للضغوطات التي مارستها السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية. مستقبل العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا والأسباب الكامنة وراء إلغاء القمة الإسرائيلية الإفريقية، محاور نقاش هذه الحلقة التي أسعد باستضافة الأستاذ محمد محمود اللب المعالي كاتب صحفي لقراءة ما وراء إلغاء القمة الإسرائيلية الإفريقية. كيف قرأتم بداية القمة، يعني انعقاد قمة من هذا النوع في هذا التوقيت، وكيف قرأتم أيضا أسباب الكامنة ربما وراء إلغائها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. الواقع أن هذه القمة جاءت نتيجة تحركات إسرائيلية مكثفة في القارة الإفريقية، سواء في شرق إفريقيا أو في غربها. هذه التحركات جاءت بالتزامن مع انشغال العالم العربي بمشاكله الداخلية، سواء بلدان الثورات أو بلدان الصراعات والخلافات البينية. وجدت إسرائيل يعني متسعا في القارة الإفريقية، ووجدت مسرحا تموج فيه ذهابا وجئة دون أي منافس أو دون أن تتم عرقلتها ورتبت أمورها كما ينبغي من أجل هذه القمة. أعتقد أن القرار كما قال الإسرائيليون هو قرار تأجيل وليس إلغاء. المهم أن القمة لن تنعقد في موعدها. أتصور أن الأمر أساسا يتعلق بواقع القارة وواقع توغو، دولة حاليا تعاني من اضطرابات ومشاكل سياسية وعدم استقرار سياسي. لا أعتقد أن للعرب دخلا في إلغاء هذه القمة وتأجيلها. لا السلطة الفلسطينية تملك آليات الضغط، ولا العرب مهتمون أو يملكون. العرب اليوم مشغولون بصراعاتهم البينية، وإسرائيل لم تعد العدو الذي يحارب أو يواجه، والتغلغل الإسرائيلي لم يعد هاجسا ولا خطرا بالنسبة للعرب. العرب الخطر بالنسبة لهم تغلغل بعضهم ومواجهة بعضهم البعض. لذلك الأمر مرده إفريقي إسرائيلي بحت. يعني كيف قرأتم جزئية التنديد بعض الدول الإفريقية المسلمة بانعقاد هذه القمة، مستندات إلى مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، مواقفها التاريخية من إسرائيل ككيان، يعني وكأن مناصرة هذه القمة فيه نوع من الاعتراف ربما بإسرائيل بين هذا الموقف هو التقليدي وما تزال تتمسك به بعض الدول الإفريقية. يعني حتى تكون القراءة أشمل، دعنا نعود قليلا إلى الوراء. في التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ظل هذا التغلغل مستمرا حتى بداية السبعينيات تقريبا. حرب 73 كانت أنذاك حوالي 38 دولة إفريقية لها علاقات كاملة مع إسرائيل. بعد 73 اتخذت منظمة الوحدة الإفريقية قرارا بإنهاء العلاقات مع إسرائيل، التزمت به معظم البلدان باستثناء خمس دول فقط، منها جنوب إفريقيا، لوزوتو، مالاوي وبعض موريشوس. لكن في الثمانينيات استنف أيضا هذا النشاط الذي بلغ أوجه بعد مؤتمر مدريد، مؤتمر انطلاق عملية التطبيع وأكتوبر 91، وعادت فعلا إسرائيل إلى إفريقيا بقوة. ومع ذلك أيضا ضعف الموقف العربي المناوي لإسرائيل، غاب الزعماء الذين وقفوا في وجه إسرائيل وطردوها من إفريقيا، سواء جمال عبد الناصر رحمه الله والمختار الداده رحمه الله وغيرهم. أيضا غاب عن إفريقيا زعماؤه الثوريون المؤمنون بالمبادئ الثورية والإنسانية وبحقوق الفلسطينيين. جاء جيل جديد من الزعماء العملاء إن صح التعبير، وممن يسعون للبقاء في السلطة بأي ثمن، ممن حرسهم الرئاسي وشرطتهم في غالبها الأعم تم تدريبها وتأهيلها وتكوينها على يد الإسرائيليين. ولذلك تتحكم إسرائيل في ميكانيزمات الحكم إلى حد ما في بعض هذه البلدان، و
يساعدها في ذلك كما أسلفنا غياب المنافس العربي الذي يختفي رويدا رويدا من القارة. كيف 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 استمع لي يعني كيف تقرأون جانب آخر من هذا من هذه القضية؟ يعني أن إسرائيل فقدت ربما حلفائها، باتت في الصف الثاني من العلاقات الاستراتيجية بينها ودول العربية ودول المنطقة العربية على الأحرى، اليوم تبحث عن ثقل أو موطئ قدم لها في إفريقيا باعتبار علاقات إفريقيا بالعالم العربي. أنا أقرأ عكس هذه الرؤية. أنا أعتقد أن إسرائيل وضعت يدها على ما تريد في العالم العربي. دول التطبيع الأصلية هي اليوم رهنة اليد الإسرائيلية، وبعض الدول أيضا باتت على علاقة قوية مع إسرائيل، إما علاقات قائمة وإما أنها تنفذ الأجندات الإسرائيلية حتى ولو أو فوق الطاولة، لكن ربما دون تبادل دبلوماسي. ما تقوم به إسرائيل هو التوسع، هو التغلغل، هو يعني رعاية مصالح أو إنشاء مصالح أخرى، ولها في القارة الإفريقية مساران، مسار شرق إفريقي ومسار غرب إفريقي، ولكل منها يعني دورها ولكل منها المصالح الاستراتيجية المعلومة، قد نأتي إليها في لاحق هذه الحلقة سواء ما يتعلق بالقرن الإفريقي وما يتعلق بغرب إفريقي. مواقف بعض الدول الإفريقية حسب بعض الصحف العالمية، موريتانيا، مالي، الغابون، تعترض على انعقاد قمة إسرائيل إفريقيا حتى تشهد الدول الثلاثة إلى مقاطعة فعاليات هذه القمة. يعني موقف موريتانيا محسوم من العلاقة بإسرائيل. هذه الدول حتى الآن لا علاقة لها بإسرائيل. كانت موريتانيا لها علاقات وتم إغلاق السفارة وإنهاء هذه العلاقات. الضغط هذا لا، أنا أعتبر أنها ما تنسجم مع مواقف هذه الدول حتى الآن. مواقف هذه الدول حتى الآن هي رفض التطبيع وهي مناصرة القضية الفلسطينية، لكن الدول الإفريقية الأخرى لها مواقف تختلف. وإسرائيل فعلا نجحت في تغلغل. إذا تذكرنا آخر مؤتمر لقرار اتخذته اليونسكو في اجتماعها الأخير الرافض، القرار الرافض لهيمنة إسرائيل على القدس الشرقية وعلى المقدسات، هذا نجحت إسرائيل في كسب بعض الدول الإفريقية. توغو على سبيل المثال صوتت مع إسرائيل، بعض الدول الإفريقية تم تحييدها حيث امتنعت عن تصويت، دول منها غينيا، منها غانا، وبعض الدول الأخرى. هناك دول باتت اقتصاديتها جزء كبير منها بقبضة إسرائيل، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، وهي دول تاريخ إسرائيل فيها ليس بالجديد، كانت مسرحا للموساد منذ ثمانينيات القرن الماضي. يعني نتحول إلى محور آخر، الموقف السعودي من القمة الإفريقية. السعودية يعني معروف أن السعودية الآن لديها يعني علاقات أو محور على الأحرى يصف البعض محور عربي، استدعت القائم بالأعمال التوغولي لاستيضاح الأمر بانعقاد القمة الإفريقية الإسرائيلية. يعني السعودية لها موقف في الأخرى. طبعا السعودية حتى الآن ليست لها علاقات مع إسرائيل. السعودية ترى نفسها ويرى الكثيرون ما تزال إحدى دول قيادة العالم العربي على غرار مصر بحكم مكانتها الاستراتيجية والمكانة الدينية للمناطق الحرمين فيها وغير ذلك. السعودية كانت أصلا هي رائدة الوجود الخليجي في إفريقيا والنفوذ الخليجي في إفريقيا، وبطبيعة الحال سيكون لها الموقف. لكن مصر كان يفترض أن يكون لها موقف مماثل، وحتى الآن لم يظهر موقف مناوي لهذه القمة منها. لكن حجم الحضور العربي سواء السعودية أو مصر أو غيرها لم يعد ذلك الحجم المخيف لإسرائيل، ولم يعد ذلك الحجم المغري للأفارقة برفض إسرائيل. يعني الأسباب خصوصا إفريقيا غير المسلمة. الأسباب تعود لماذا؟ لأن الوطن العربي مثل قامت في هذه الثورات أصبح منشغل بشؤونه الداخلية. أولا القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لدى العرب، باتت القضايا الداخلية أولوية. ثانيا الصراعات العربية والصراعات الخليجية يعني جعلت الجهود مصب، جهود الخليجية والعربية مصب على هذه الصراعات وعلى كيد بعض البلدان لبعضها البعض. كل هذا لصالح إسرائيل التي انشغل خصومها في صراعاتهم وفي مشاكلهم الداخلية، وبدأت هي تتمدد كأخطبوط في القارة الإفريقية وحتى في أمريكا الجنوبية. يعني إلى أي حد يعتبر توجه الإسرائيل الجديد في نحو إفريقيا نابع من إدراكها المتزايد لأهميتها كونها ساحة هامة من ساحات إدارة الصراع العربي؟ طبيعي، وهذا ليس بالجديد.
إسرائيل سعت إلى التغلغل في شرق القارة الإفريقية ضربا للأمن القومي العربي. ما الذي تريده إسرائيل في إثيوبيا، في أوغندا، في كينيا، في رواندا، سوى أنها منبع نهر النيل وبإمكانه ضرب الأمن القومي المائي لمصر والسودان عبر النيل، دعمها لسد النهضة الإثيوبي إلى غير ذلك. هي تريد موطئ أيضا، تريد موطئ قدم على البحر الأحمر، ما يشكله ذلك من تهديد للعالم العربي بحجة محاربة الإرهاب. هي حاليا تتوغل في تلك المنطقة بعد تفجيرات نيروبي ودار السلامة، وأمام يعني ورقة التي ترفعها هي وجود حركة شباب المجاهدين في الصومال في تلك المنطقة، وأنها تشكل خطرا، وتحت مسمى محاربة الإرهاب يتم كل شيء. الزراعة اليوم في إثيوبيا تسيطر عليها الشركات الإسرائيلية، الصناعة، الإلكترونيات، إلى غير ذلك. نفس الشيء في رواندا، نفس الشيء في أوغندا، في كينيا، بل إن كينيا وأوغندا كانت مسرحا للموساد. لعلكم جميعا تتذكرون أنه الكوماندوز الإسرائيلي الذي أنقذ اقتحم الطائرة التي كانت مختطفة في الثمانينيات في أوغندا جاء من كينيا، و يعني كل العمليات القذرة في إفريقيا للموساد كانت تنطلق من هنالك، تغطية إفريقية لا على الأراضي الإفريقية، وتحت ذلك ينشط رجال الأعمال والشركات. اقتصاد الماس واقتصاد الأحجار الكريمة والنفط في إفريقيا يهيمن عليه رجال أعمال وشركات إسرائيلية، طبعا يعملون لصالح الدولة الإسرائيلية. الأمر ليس بالأمر الجديد، وهذه العلاقات كما أسلفنا شهدت مد وجزر. كان هناك زعماء قادرون على الوقوف في وجهها ووقفوا واستصدروا قرارا من منظمة الوحدة الإفريقية، غاب هؤلاء الزعماء ومعهم غاب الطموح إلى طرد إسرائيل، وجاء قادة آخرون همهم الكرسي ويسعون لاسترضاء إسرائيل. يعني من خلال ما ذكرتم من الأبعاد الجيوستراتيجية للتواجد الإسرائيلي في إفريقيا، إلى أي حد يمكن لهذه الأبعاد أن تتحكم في الصراع العربي الإسرائيلي من ناحية، يعني هو صراع تقليدي بطبيعة الحال؟ هو السعي لكسب مزيد من الحلفاء، أولا في إطار الصراع العربي، ثانيا في إطار الموقف الدولي، لأن إسرائيل وجدت في مجلس الأمن مثلا حليفا استراتيجيا، والولايات المتحدة الأمريكية تمنع دائما القرارات، لكن كلما أحيل أمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى إحدى المنظمات التابعة لها، اليونسكو، حقوق الإنسان إلى غير ذلك، فشلت إسرائيل لأن الكثرة الكاذرة ضدها. اليوم تسعى إسرائيل إلى كسب مزيد من الحلفاء، وكما أسلفنا نجحت في كسب بعضها. التوغو صوتت لصالحها، دول إفريقية امتنعت عن التصويت ضدها، هي اليوم تسعى لكسب بالعدد الأكبر، لأنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي هذه المنظمات الكم أهم من الكيف، بخلاف مجلس الأمن الذي تتكفل أمريكا وفيتوها بالقضاء على كل ما يزعج إسرائيل أو يدينها أو يؤرق أو يحاول الوقوف في وجهها. يعني كثير من المراقبين أستاذ محمد حمود يقول بالإغواء الإسرائيلي لإفريقيا، يعني كيف تقرؤون جزئية الإغواء؟ يعني إسرائيل تغوي الدول، إسرائيل تجمع تحصد الحلفاء لدعمها في مجلس الأمن الدولي أو في المنطقة أو في إفريقيا حتى، هل ما زال هذا الدور قائما؟ الدور يتفاعل، هو ما تحدثنا عنه. إسرائيل تغوي هذه الدول بالدعم الاقتصادي، بالدعم التنموي، بالدعم العسكري. إسرائيل تجد في إفريقيا سوقا لبيع السلاح، وتؤجج الصراعات من أجل المزيد من بيع السلاح، وإفريقيا مسرح هش وخصب لتجديد الصراعات. آخر الدول إفريقيا استقلالا، على سبيل المثال دولة جنوب السودان، كانت إسرائيل الراعي لاستقلالها وأهم حليف لها، أشعلت الفتنة بين القبيلتين الأكبر الدنقا، يعني بين الرئيس ونائبه، والهدف هو بيع السلاح الإسرائيلي. الدول القرن الإفريقي التي تحدثنا عنها سالفا، إثيوبيا، كينيا، هذه عمادها العسكري، طيرانها العسكري، منظوماتها الصاروخية، منظوماتها الدفاعية كلها إسرائيلية، وبالتالي
هذا سوق رائج، هؤلاء حلفاء، هؤلاء داعمون، وبطبيعة الحال إسرائيل تلعب بلعبة الجزرة والعصا، الإغواء والتهديد والتحذير من العربي، من الإرهابي، من التهميش، عزوف المال العربي، عزوف الخليجي عن إفريقيا، ستحاول إسرائيل سده ماليا وعسكريا ونفوذا لتكون هي الحاضرة. أستاذ محمد حسن، أخذ فاصل قصير، بعدها سنواصل الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها الحضور الإسرائيلي أو التوجه الإسرائيلي إلى إفريقيا على ضوء القمة الإسرائيلية الإفريقية التي كان من المقرر انعقادها في أكتوبر. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم برنامج المشهد، والتي نناقش فيها التوجه الإسرائيلي إلى إفريقيا على ضوء انعقاد القمة وأهمية إفريقيا بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لإدارة الصراع العربي. أسعد باستضافة الأستاذ محمد حمود واللبو المعالي، كاتب صحفي. محمد حمود، قبل الفاصل تحدثنا عن الأبعاد الجيوستراتيجية للحضور الإسرائيلي في إفريقيا، الآن سنتحدث عن السلوك العربي تجاه حضور إسرائيل في إفريقيا. يعني الكثيرون يقولون بأن إسرائيل تريد إدارة جديدة للصراع العربي، تريد أن تخلق حلفاء جدد ربما لدعمها ودعمها لدى منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. يعني كيف يتضح جليا أن الاهتمام المتزايد بالقارة له دلالات وتبعات ربما أعمق من هذا؟ إسرائيل كانت تواجه العرب في القارة الإفريقية وكان صراعا محتدما، لكن اليوم الزعماء العرب ليسوا خصوما لإسرائيل. مستوى التغلغل الإسرائيلي في العالم العربي أقوى منه في إفريقيا، العلاقات المصرية الإسرائيلية أقوى من أي علاقات إسرائيلية إفريقية، علاقات الأردنية كذلك، علاقاتها مع بعض الدول الأخرى والتي وإن لم يعلن عنها حتى الآن. لذلك أي خصومة اليوم بين إسرائيل والعالم العربي حتى تواجههم؟ بالعكس، إن كان هناك من تنافس فهو بين العرب والأفارقة على احتضان إسرائيل وعلى التقرب منها وعلى أن يظلوا الحليف الأقرب ربما لجلب المنافع أو الابتزاز. أنا أتصور أن بعض الحكام العرب يرون أنه لو وجدت اليوم إسرائيل موطئ قدم وحلفاء حقيقيين في القارة الإفريقية لتناقص دورهم ولكانوا هامشيين إسرائيليا وأمريكيا، وهذا ما لا يريدونه. أغلبهم يريد أن يبقى اللاعب الأقوى، أن تبقى بيده الورقة الأقوى ليبتز بها وليكسب بها مزيدا من المكاسب على حساب الأفارقة، يريد أن يكون المدخل إلى إفريقيا. بعض العربي الأفارقة لا يريدون أن تدخل إسرائيل إلى إفريقيا إلا عبر بوابتهم، وهذا ليس يعني بغضا في إسرائيل ولا حبا في فلسطين، وإنما نوعا من فرض الذات أو محاولة البقاء على الدور المنوط به وعدم ضمان الاستغناء عنه ولفظه ورميه في نهاية المطاف. يعني هناك رأي طريف جدا يقول بأن حضور إسرائيل مثلا في إفريقيا كحضور الذئب في الغنم، عندما يدخل الذئب في الغنم تتفرق. يعني كيف سيؤثر هذا الحضور على انسجام الدول الإفريقية بين، يعني هناك تنافر في المواقف بين داعي لهذه القمة ومؤيد لها وبين رافض لها؟ لم تعد إسرائيل بالنسبة للأفارقة ذلك الذئب المخيف. لماذا؟ لأن صورة الذئب كان يرسمها العرب عن إسرائيل، ولأن الأفارقة كانوا في غالبهم العام تبعا للعربي في الموقف من إسرائيل. اليوم العرب تقدموا على الأفارقة في التقرب من إسرائيل وفي الذهاب إليها. منطق المصالح، منطق يعني
البراغماتية الذي ينتهجه العرب ويرفعونه، منطق السلام أو الإسلام والتطبيع. ليس العرب أولى بالأفارقة منه، الأفارقة في غالبهم العام يعني يتحدثون عن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، يقولون إنهم ليسوا ملكيين أكثر من الملك، وأن العرب أنهوا بأنفسهم صراعهم، أنهم منذ مدريد 91 قرروا مسارا جديدا هو السلام والتطبيع مع إسرائيل، وبالتالي لا مجال أن يكون هناك صراع إفريقي إسرائيلي. أيضا العرب أعطوا للصراع بعدا قوميا، بعدا عربيا إسرائيليا وليس إسلاميا إسرائيليا. الأمر يختلف، لأنه لو كان إسلاميا إسرائيليا لوجد الأفارقة أنفسهم معنيين بدرجة الأولى، أما وأنهم مجرد أنصار وأن البعد الإسلامي للصراع وضع في المرتبة يعني المرحلة اللاحقة وقدم عليه البعد العربي حين تراجع العرب كعرب، ما كان للأفارقة أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك كما يقولون. يعني العودة دائما سنعود لهذا المحور، تعتبر هذه العودة نجاحا للدول العبرية، الدولة العبرية في إفريقيا بعد أن قطعت أغلب الدول في فترة من الفترات علاقاتها مع إسرائيل، يعني تراجع الدور الإسرائيلي في إفريقيا، علاقاتها بتل أبيب يعني وأنتم أصلتم بذلك من 73 و 91 وغيرها، لا تزال 12 دولة إفريقية حتى الآن منها 8 دول عربية لا تعترف بإسرائيل، وإن كانت 2 منها هما تونس المغرب تقيم علاقات خجولة مع إسرائيل. كيف تقرأون هذه الجزئية المواقف؟ أولا هذه الدول العربية تحسب مواقفها في إطار مواقف العربية وليس الإفريقية، لكن 4 دول إفريقية غير عربية يعني من عشرات الدول بضعوا 50 دولة، معناه أن إسرائيل تغلغلت بشكل كامل، وأن حتى الدول التي لا علاقة لإسرائيل بها حتى الآن يجد حديث عن علاقات خفية. أيضا بعضها يعني قيمة الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل لا تستدعي العمل، ويعتقدون أنه في الطريق قادم. كما أسلفت، هذا الموقف الإفريقي من إسرائيل قاده العرب، حين تخلى عنه العرب لم ينساق الأفارقة، ومع ذلك ما زالوا أقل تطبيعا من العربي وما زالوا أقل اندفاعا، إذا استثنينا بعضهم من ذوي الصراعات التقليدية والمواقف القومية من العرب. الإثيوبيين لهم مواقف تقليدية قومية معادية للعرب، شأنهم في ذلك شأن الكينيين وغيرهم، حتى بعض البلدان في إفريقيا. أيضا البلدان غير الإسلامية لا تجد نفسها معنية بالمقدسات الإسلامية، كانت لها مواقف في إطار الإنسانية وفي إطار موقف إفريقي يعني قومي شامل، أما وقد تخلى العرب ومعظم الأفارقة فذلك البعد الإسلامي ليس مطروحا بالنسبة له. استاذ محمد، بالعودة إلى التوغو التي كان مفترض أن يعني تنعقد فيها هذه القمة، التوغو هي ثاني شريك اقتصادي لإسرائيل في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا، بفضل صفقات باعت فيها تل أبيب معدات أمنية بقيمة أكثر من 191 مليون دولار 2013. يعني هل سيجلب لها هذا الموقف السخط الإفريقي ربما على التطبيع بهذا المستوى مع إسرائيل؟ الرئيس التوغولين ياسينغ بي يعرف جيدا سخط الشعب، لا يعرف جيدا أن مصيره بيد الإسرائيليين، لأنه الحرس الرئاسي التوغولي، شرطة أجهزة الأمن كلها تكوين إسرائيلي، كلها تعطير إسرائيلي. إسرائيل تتحكم في مفاصل الدولة التوغولية خصوصا النظام وأجهزة الأمن، لذلك ليس معنيا بسخط إفريقي عربي يعني عابر أو من خارج الحدود، ولا يقارن بسخط القادرين على اجتثاثه أو تثبيته وبداعمه وبشريكه الأول. هنا يحق لنا أن نتساءل، أين كان العرب حين تغلغلت إسرائيل ووصلت إلى ما وصلت إليه في التوغو؟ أين الأموال العربية في التوغو؟ ألم يجدوا التوغوليون استثمارات عربية؟ ألم يجدوا دعما عربيا؟ ألم يجدوا تمويلا عربيا؟ لماذا وجدوا؟ ومعروف أنه أصلا الدعم الإسرائيلي بخيل خصوصا في مجال الأموال، وفي غالب الأعم هيمنة أمنية وهيمنة اقتصادية وحضور شركات إسرائيلية وليس استثمارات لصالح تلك البلدان. من أقدم الدول اليوم علاقات مع إسرائيل إثيوبيا على سبيل المثال، حوالي 87 مليون دولار حجم الاستثمارات، حجم ضئيل ضئيل، لكن
الحضور الأمني، الحضور العسكري، يعني حضور الشركات قوي جدا. أيضا الاستثمارات الإسرائيلية تدار من قبل الإسرائيليين، هذا يختلف عن في غالب العام الاستثمارات العربية التي تبقى نهبا للحكام وللمنظومات الفاسدة في إفريقيا. يعني من زاوية أخرى، العرب كانوا يحضرون ماليا واستثماريا في إفريقيا، كان الإسرائيليون يحضرون أمنيا واستخباراتيا، ولم يكن الحضور متوازيا. توقف الحضور العربي وغاب الاهتمام العربي واستمر معه الحضور الإسرائيلي. يعني كسؤال أخير، يعني قراءة في انعكاسات التغيرات والتحالفات الجيوستراتيجية الإفريقية الإسرائيلية والإفريقية الإفريقية والإفريقية العربية، يعني دائرة التحكم ربما كما يرى بعض. أنا أعتقد أن العرب مع الأسف خسروا إفريقيا، يعني الأمور طبعا تبقى نسبية، لكن بنسبة كبيرة خسروا القارة الإفريقية، فرطوا فيها وكانت سندا قويا لهم، وكانت دائما وكانت رافدا، لأن العرب بطبيعتهم أقرب إلى الأفارقة، شركاء في الدين جوار إلى غير ذلك، والإسرائيليون أبعد ما يكون من الأفارقة، لكن طبيعة الأنظمة الحاكمة في معظم البلدان الإفريقية قابلة للتدين، ولم تجد من العرب ذلك الموقف الصلب. العرب في معظم الساحات بدأوا يخسرون أمام إسرائيل، أمريكا الجنوبية رغم العودة القوية لليسار المناوي لإسرائيل والداعي بقيم الحرية والرافض، حتى أنه أقوى مواقف تجاه إسرائيل من العرب أنفسهم، بدأ إسرائيل تتغلغل فيه، ونتنياهو يجوب القارة أمريكا الجنوبية طولا وعرضا بحثا عن موطئ قدم، والعرب غائبون تماما، لا يجد، بل بالعكس ينظرون إلى القوى الثورية الحاكمة في أمريكا الجنوبية كخصم إيديولوجي وك رافد قد يغادي ثورات مناوية لهم، أو ملهمين للزعماء في أمريكا الجنوبية كملهمين لبعض المعارضين في العالم العربي، لذلك هم منبوذون ومرفوضون من طرف العرب، وإسرائيل تتوغل. أعتقد أن إسرائيل تنجح إلى درجة كبيرة في محاصرة العرب الذين يساعدونها في حصار أنفسهم في الساحات التي كانت تفتقدها وكانت تغيب عنها. وأعتقد أن الحضور أصلا في هذه الساحات مرده لم يكن قوة العرب، فعلا كان هناك زعماء يحاولون ويحاربون إسرائيل، لكن هو مرده أولا وجود قيم إنسانية لدى بعض هذه الشعوب وبعض حكامها، رافضة للإمبريالية ورافضة للغطرسة ورافضة للصهيونية، أيضا الشراكة في الدين كما هو الشأن بالنسبة للأفارقة الذين يرون في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وبعضهم له شاريات هناك قديمة، يعني القدس حاليا فيها عائلات كبيرة بورنوية من البورنو من نيجيريا ومن تشاد ومن غيرها، يسمون البرناويين وهم من بورنو، وهناك امتدادات كبيرة وجذور وغير ذلك، كل هذا تم التفريط فيه، وإسرائيل بدأت تكتسح القارة الإفريقية مع الأسف. قرأنا أستاذ محمد ما في الكفاية، يعني الأبعاد الجيوستراتيجية لتوجه إسرائيل إلى إفريقيا، يعني الآن إسرائيل ماذا تريد في إفريقيا غير الثروات؟ إفريقيا غنية بثروات، غنية، لم نجد لإسرائيل أي منافس. إسرائيل تريد أولا من إفريقيا تريد الثروات، تريد سوقا، تريد مجال الاستثمار، تريد داعما سياسيا وحلفاء في المنظومات الدولية في الأمم المتحدة وفي لجنة حقوق الإنسان وفي اليونسكو وفي كل الهيئة التابعة للأمم المتحدة، تريد هيمنة، تريد سيطرة، تريد طرد العربي، تريد محاصرة العربي سواء من دول منبع النيل أو من غرب إفريقيا الدول المطلة أو المحاذية للعرب، تريد محاصرة العرب والقضاء عليهم وإنهاء أي خطر قد ينبع من العالم العربي، وتريد أيضا محاصرة ما يسمى الحركات الإرهابية التي ترفع. هل بات مثلا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعني اهتمام ثاني، بات الاهتمام الأول هذا في هذا الإطار؟
الصراع العربي الإسرائيلي لم يعد قائما بذلك المفهوم، صار هناك صراع إسرائيلي مع بعض القوى الفلسطينية وتطبيع مع بعض القوى الفلسطينية الأخرى شأنه شأنه العربي. أنا أعتقد أن إسرائيل لم تعد تحسب ذلك الحساب للعربي والفلسطينيين كخصوم، كخصوم وجود، لأنه الصراع تحول إلى صراع حدود اليوم مع الفلسطينيين بدل صراع وجود. وإسرائيل هي التي تمن وهي التي تمانع وتتعنت وترفض يعني ترسيم الحدود وترفض هذا الصراع، رغم أن العرب أصلا رفعوا لآتهم الثلاثة لا صلح ولا سلم ولا اعتراف. اليوم إسرائيل هي من يعني تأخذ الموقف ذاته وترفض للعربي المطالب التي هم من رفضها أصلا، تحاصرهم وتطاردهم وتريد القضاء عليهم وأن تستفرد هي في المنطقة تجد دعم. لا تقرؤون في, 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 في طالع المواقف العربية أي حراك ربما قادم ضد إسرائيل؟ لا، ليست الأنظمة العربية الحالية هي من سيواجه إسرائيل. جميل جدا، شكرا لكم أستاذ محمد حمود اللي بالمعالكات والصحافي، كنتم ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد. شكرا على سعة الصدر وتلبيت الدعوة، ناقشنا خلال هذه الحلقة مشاهدينا الكرام التوجه الإسرائيلي إلى إفريقيا والأبعاد الجيوستراتيجية للحضور إسرائيل في إفريقيا ومواقف بعض الدول الإفريقية والعربية تجاه انعقاد القمة الإسرائيلية الإفريقية. إلى أن تجمعنا حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وحفظه.